أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عليك استخراج أفكار الرئيسة وتركيب جديدة في النص المسموع، قراءة النص قراءة شفوية معبرة صحيحة، تتحدث شفويا عن شعار جبنة بوك. تعد اللغة وسيلة التواصل الأساسية بين البشر، وتكون إما محكية وإما مكتوبة، وللنوعين مهاراته الخاصة، ويعد التواصل الشفوي من أكثر أنواع التواصل انتشاراً واستخداماً بين الناس. ولتطوير اللغة المنطوقة نحتاج لفني التحدث والاستماع، أما اللغة المكتوبة فتمثلهما القراءة والكتابة، ولتمكن الإنسان من مهارات التحدث والاستماع. والاستماع أهمية كبيرة في حياته، فيستطيع من خلالها التعبير عن احتياجاته وفهم الآخرين والتواصل البناء معهم. وتعتبر مهارة التحدث فنًا يتعامل مع العقل والعاطفة ويركز على العاطفة بشكل أكبر لرغبة المتحدث في إقناع الطرف الآخر والتأثير فيه. كيفية إتقان مهارة التحدث؟ المتحدث البارع يبحث عن وسائل الطرق والطرق التي تقوي من هذه المهارة لديه وتنميه. من هذه الوسائل وهي الإيمان بما يقول، معرفة الفرد إن آراء الناس مختلفة، أيضا التقليل من الكلام فلا يستأثر الكلام لنفسه فقط وعليه مراعاة الوقت أثناء الحديث، الاستعانة بالأمثلة في المثال الجيد والمناسب يوضح الفكرة المرادة ويقنع الآخرين ويبقى راسخا في ذهن السامع، البحث عن النقاط المشتركة بين المتحدث والطرف الآخر، فهذا الأمر يساعد على قبول كلام المتحدث بصورة أكبر وجعل الطرف الآخر يشعر أن الفكرة هي فكرته هو. العلم، فعلى المتحدث أن يكون على معرفة بالموضوع الذي يتحدث عنه. الإعداد الجيد، يجب على المتحدث في موضوع مهم أمام مجموعة من الناس تحضير ذلك الموضوع وإعداده إعدادا مسبقا حتى يكون أبلغ في إيصال المعلومة إلى الآخرين. امتلاك المتحدث مجموعة واسعة من المفردات اللغوية التي تعينه وتساعده على التعبير عن المعنى المراد. وضع هدف واضح من الحديث كإيصال معلومة جديدة مثلا، فالحديث الذي يخلو من هدف أو الذي يقوم على هدف ضعيف يفتقد إلى روح التأثير والإقناع، ولذلك يجب أن ينال الموضوع اهتمام المستمعين وعنايتهم. الثقة بالنفس، على المتحدث الماهر أن يكون واثقا من نفسه ليصل إلى قلوب وعقول المستمعين إليه، وبذلك يحقق الأهداف التي يسعى إليه. أيضا الصدق، وهي من أهم الأخلاق التي يجب أن يتخلى بها المتحدث، فليلتمس الصدق والأمانة في نقل المعلومة الصحيحة للمستمع، ويتحرى كذلك الصدق في العاطفة والمشاعر التي يظهرها للآخرين. أيضا مراعاة حال المستمع، وذلك أن يختار الموضوع واللفظ المناسبين للمستمع، فيراعى القول خاطب الناس على قدر عقولهم. والاستماع الجيد، فكما أن المتحدث يجب أن يتقن فن الحديث والإلقاء، عليها أيضا أن يتقن في الاستماع فن الاستماع للآخرين ومدخلاتهم حتى يكسب ثقتهم ويستمتع إليه أثناء كلامه. للقراءة فوائد عظيمة، حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وأدب، وتريحه من الإجهاد والإرهاق، لا سيما إذا ما قرأ كتب الأدب والروايات، وتنمي مهارته الكتابية وقدراته على التفكير التحليلي من خلال تحليله للمعلومات وربطها معا، كما أنها تنمي الذاكرة وتنشطها وتدفع الفرد لتحقيق التمييز في حقول المعرفة والدراسة، بالإضافة إلى أنها تبعد الفرد عن الوقوع في المعاصي التي تتسبب بها أوقات الفراغ. ونتيجة لهذا كله يعم الصلاح المجتمع، فلا جهل ولا فسوق ولا طاقات شبابية مهدورة، إلى جانب ما سيحقق المجتمع من تقدم معرفي وثقافي بفضل شبابه القارئ. وهناك مثل ما يقول الكتاب نافذة نطلع من خلالها إلى العالم. الإنسان القارئ يعيش عمرا معرفيا أكثر مما لا يقرأ، فمن يقرأ كتابا كأنما عاش تجربة هذا الكاتب بكل حذافيرها. لهذا فالقراءة مكافأة ثمينة يقدمها الإنسان لنفسه كي يكون إنسانا مثقفا يقطف من كل بستان وردة. فالقراءة مثلا بستان الورود المليء بالكثير من الأزهار الملونة ذات العطور الزكية، ومن يقرأ يستطيع أن يشم هذه العطور جميعها ويملأ روحه طاقة إيجابية. إن الجهل ظلمات، فهو عكس المعرفة التي تدعو لها القراءة، كما أنه سبب في تخلف الأمم وتراجعها. فالجهل يصنع المشكلات ويفقمها ويجعل حلها صعبا ويسبب تراجع الحياة وعدم تقدمها أبدا واستمرارها تحت وطاءة التخلف الذي لا يفيد الإنسان في شيء، بل يسبب تعقد الحياة واتجاهها نحو الأسوأ في جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية وغيرها.
القراءة مهمة لتنمية المهارات العقلية وتطويرها بالإضافة إلى صقل الشخصية. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم.